صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج هاشتاج. برنامج هاشتاج اللي راح تشوفوه عبر منصه اليوتيوب كل يوم الثلاثاء الساعه 9. طبعا هذا البرنامج اللي مختص في مواضيع الشباب الجدليه وراح نحاول ايجاد حلول ممكنه لها. ضيوف حلقتنا لليوم الأستاذ إبراهيم الساحوري، طبعا مدرب متخصص في التربية الإعلامية وأيضا مراسل وصحفي في قناة المملكة. أما بالنسبة لتاني فقراتنا فمعنا ضيفتنا ديمة زيتون وهي إنفلونسر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكونوا معنا في أولى فقراتنا بعد هذا الفاصل. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم هاشتاج. طبعا بمجرد تصفحنا لمواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الاخباريه والاخبار بشكل عام بنواجه اخبار غير صحيحه، واللي هي عندنا مشكله الشائعات. ولحتى نتعرف اكثر على هذا الموضوع اسمحوا لنا نرحب بضيفنا الاستاذ ابراهيم الساحوري، مدرب ومتخصص في التربيه الاعلاميه وايضا مراسل في قناه المملكه. صباح الخير استاذ ابراهيم. يا صباح النور، أهلا وسهلا. طبعا بداية أستاذ إبراهيم، قبل ما نتوسع بموضوع أنواع الشائعات، إحنا عملنا تقرير صغير عن هذا الموضوع مع الزميلة لجيل البطوش، خلينا نشوفه مع بعض. تزداد المعلومات الإعلامية والمعلوماتية بفعل ازدياد تأثير وسائل الإعلام واتساع نطاق التعامل معها، ولهذا أن التوعية الإعلامية حاجة مهمة للجميع من أجل بناء وعي لدى أفراد المجتمع والحماية من التأثيرات السلبية للشائعات. طبعا حسب أهمية الخبر، إذا كان خبر عادي ما بيأثر على المجتمع وبسبب مشاكل فمننشره بدون ما نتأكد، أما إذا كان خبر بمس بأمن المجتمع أو بسبب ممكن مشاكل إلي أو للجهة المختصة لا، لازم نتأكد منه من مصادر موثوقة، لأنه الشائعات بسبب يعني صارت متداولة كثير بسبب الصحف المواطن، لكن المواقع الرسمية تصدر يوميا نشرة إخبارية بتثبت يعني بتنفي فيها جميع الشائعات، وبالمقابل الأخبار الدولية في لها مصادر دولية معتمدة. هلا أي خبر إحنا بنقرأه أكيد ما بناخده زي ما هو منصدقه، الأخبار اللي إحنا بنعتمدها اللي هي الموجودة بأي مؤسسة إعلامية مثل مثلا وكالات الأنباء أو أي مؤسسة إعلامية حكومية أردنية، هاي هي الأماكن اللي إحنا بناخد منها الأخبار ومنصدقها. اوكي، انا ما بتاكد من المعلومه صراحه، بنشرها حسب ما الكل الاغلب بيكون ناشرها عنده، فانا باخذها كوبي بيست بنشرها، ما عندي مصدر رسمي لها والمعلومه هاي، فانا حسب الكل زي ما بنشر انا بنشر، لانه زي ما بتقدر تحكي مع الكل مع الاغلبيه، يعني ما في مصدر خاص مني. يجب على كل مواطن وعلى كل صحفي خصوصا انه يتاكد من معلومته قبل ما ينشرها ويتاكد منها من المصادر الموثوقه. إن الهدف من التوعية الإعلامية تطوير قدرات التفكير النقدي لدى المواطنين والوصول إلى مصادر المعلومات الصحيحة وتمكين الشباب والأجيال القادمة من التعاطي مع الرسائل الإعلامية الإيجابية، وأن حدود مسؤوليتنا تبدأ من إدراكنا للصالح العام وأن لا نلحق الضرر بمصالح الآخرين أو الإساءة لهم، لذا يجب أن نلتزم بأخلاقيات النشر وأن نحافظ على حدود مسؤولياتنا أثناء النشر والمشاركة. طبعا بعد ما هلا احضرنا التقرير مع بعض رح نسال الاستاذ ابراهيم الساحوري عن شو هي انواع الشائعات اللي بتواجهوها بالعمل بشكل عام. نعم، الشائعات يعني هي كثيره جدا، وهي كل معلومات مغلوطه خاطئه منقوصه او متعمد يعني اللعب في هذه المعلومات ومحتوياتها لاثاره راي العام او الشارع او حتى افكار محدده. انواع الاشاعات كثيره جدا، إلها جوانب سياسية واقتصادية ومالية وحتى دينية، ومنتشرة للأسف لأنه هي بالنهاية تحقق الجزئية التي يبحث عنها المتلقي من ناحية الإثارة. فهذه الشائعات أصبحت سريعة الانتشار لعدة مواضيع تختص، وأصبحت أيضا تستخدم وتوظف في عدة مواضيع متخصصة، وهناك جهات أصبحت فعليا محترفة في إطلاق الشائعات والحرص على انتشارها الكبير وتداولها بين الجماهير وبين الناس التي تتابع سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل إعلامية وقنوات الإخبار. طب برأيك أستاذ إبراهيم، شو هي الأسباب أو السبب الأكبر اللي بتخلي يعني الشائعات هاي تنتشر عنا بشكل كبير الأيام هاي؟ الشائعات دائما تكون مبنية بلغة بسيطة وكلمات مفهومة للجميع،
وبمختلف المستويات الثقافية، وكذلك تحتوي على بعض المصطلحات المثيرة التي تجذب الرأي العام والمتابع بشكل عام، وتكون دائما مختصرة، خاصة أن احنا يعني نعلم تماما أن الجماهير أن اليوم لا تقرأ المواضيع الطويلة واللي ممكن فيها تفاصيل أو توضيحات أكبر، فتأتي شكل رؤوس رؤوس أقلام أو حتى عناوين بكلمات بسيطة جدا، مختصرة جدا، مفهومة جدا، وتحتوي على الإثارة. هذا الشيء إلى جانب قلة الوعي بمخاطر الشائعات وما يترتب عليها من أثار سلبية في المجتمع وعلى المتلقين ساهمت بانتشارها. أضف إلى ذلك اللي هو فكرة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة الاستخدام. إحنا اليوم في عنا العديد من الناس الذين يعتقدون بأنهم من خلال صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصبح صانع أو حتى ناقل للخبر، وللأسف يتجه إلى الكوبي والبيست لحتى يأخذ معلومة سريع، ساهم بنشرها لسببين رئيسيات: إما هذه الشائعة كانت تلبي أفكاره والأيديولوجيا اللي بتتبعها وبتحقق شيء من شعوره باتجاهها، أو لأنه شاهدها عن شخص آخر وشاف عليها إقبال وعدد متابعات ولايكات ومشاهدات كثيرة جدا، فحب أنه يكسب هذا الجانب الآخر، عشان هيك هو أخذها ونقلها دون يتأكد منها أو حتى يعرف مصدرها من وين. ولكن للأسف أنه إحنا معظم الأخبار اللي بنقرأها هاي الأيام، أي خبر تقريبا هلأ بنقرأه على السوشيال ميديا، بنلاقيه غلط، يعني ما بيكون أصلا صح. فللأسف يعني هذا الشيء صراحة بعتبره أنا مؤسف. أكيد يعني السوشيال ميديا اليوم بهذا الانتشار الكبير وعدد المستخدمين الكبير جدا لا يمكن اعتبارها مصدر موثوق للأخبار أو للمعلومات، خاصة إذا أنا ما كان في عندي مهارة البحث والتحقق من كل شيء أنا بقرأه. أنا جايب منه المعلومة، لأنه إحنا هلأ أغلبنا صرنا نعتبر حالنا صحفيين، أي مواطن بتلاقيه بنشر أي معلومة بتخطر في باله يعني. نعم صحيح، وخاصة مع ظهور ما يسمى في المواطن الصحفي أيضا. صح. نعم. مشاهدينا الكرام طبعا خلينا نطلع فاصل صغير وراجعين. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مشاهدينا الأعزاء، ومكملين معاكم بحلقة جديدة من برنامج هاشتاج. طبعا هلأ إن شاء الله رح نسأل الأستاذ إبراهيم الساحوري شو هي الطريقة الصحيحة أو الأصح لنحكي لحتى نتأكد من هذا الخبر، هل هو صحيح أم خبر خاطئ؟ نعم، اليوم المسؤولية صارت مشتركة لمحاربة الشائعات وانتشارها ما بين الجمهور المتلقي وكذلك المؤسسات الإعلامية اللي بتشتغل بهذا المجال. اليوم المؤسسات الإعلامية عليها عاتق أن يعني تذكر دائما العاملين فيها بأخلاقيات المهنة وتشريعاتها، وأيضا تعمل على إعادة إحياء ما يسمى بحارس البوابة، لأنه بالنهاية هو المصدر الأخير الذي يسمح بالنشر أو يمنع النشر. فهذه الأخلاقيات والتشريعات لما يكون في تذكير دائم إلها للعاملين في المؤسسات الإعلامية وإلى مبدأ حارس البوابة، سيكون هنالك عمل أكبر على تحري المعلومات والتأكد من دقتها قبل اللجوء إلى نشرها، بس عشان بدنا نعمل سبق صحفي أو بدنا لحق ترند على حساب يكون مصداقية المؤسسة. المتلقين اليوم أيضا صار في عندهم فرصة لحتى يقدروا يعالجوا هذه المشكلة زي ما بتعمل وسائل الإعلام، من خلال إحنا اليوم نحكي عن نشر ثقافة التربية الإعلامية والمعلوماتية في الأوساط المختلفة، سواء للطلبة، للعاملين في هذا المجال، للمهتمين، لصانعين المحتوى. اليوم التربية الإعلامية والمعلوماتية هي تعمل على الحد من انتشار الشائعات وتداولها بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعطي الفرد المهارات اللازمة للتحقق من المعلومات التي يتم التعامل معها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المهارات تتلخص بأنه اليوم احنا لازم على الأقل نبلش نفكر في كل معلومة بنشوفها، نحاول نبحث عن مصدرها الحقيقي، مصدرها الرئيسي، نشوف آراء المختصين فيها إذا أمكن، نسأل أهل الاختصاص إذا ممكن كان عندي علاقة مع صحفي، مع المنصات اللي بتوفر خدمة التحقق من المعلومات زي مسبار، زي مرصد أكيد، وغيرها من المنصات المنتشرة وبشكل مجاني. وبالنهاية أنا اليوم لازم كشخص وكفرد أدرك مسؤوليتي تجاه المجتمع واتجاه بيئتي. لا يمكن أني أكون عبارة، نحن بنحكي دائما كببغاء أردد ما يقول الآخرين، فلازم يكون في عندي مهارة على الأقل، لازم أفكر قبل ما أنشر.
ودائما الجوهر بهذه النقطة هو التفكير الناقد أو ما يسمى أيضا بالتفكير النقدي. لازم أنا اليوم أي معلومة بشوفها على السوشيال ميديا وخاصة إذا كانت بدون ذكر مصدر أو إشارة لمصدر أو لجهة مختصة أن أخضع هذه المعلومة للشك، أن أثير الشك حول هذه المعلومة حتى أبدأ في مرحلة البحث عنها والتحقق منها وصولا إلى إثبات إما حقيقتها أو حتى زيفها. الهدف الأساسي أنه إحنا نتأكد من هاي المعلومة أو هذا الخبر هل هو صحيح أم هو خبر خاطئ. نعم، مش دائما مطلوب منك تكون سريع بالنقل. نعم. مش دائما السبق الصحفي مهم على حساب المصداقية وعلى حساب أنه تكون المعلومة صحيحة وسليمة في المجتمع. نعم. حتى ما يترتب عليها مخاطر أو أثار سلبية. نعم. طبعا أستاذ إبراهيم، يعني آخر سؤال إن شاء الله بحلقتنا لليوم، حابين توجه نصيحة لمشاهدينا اللي قاعدين عم بيشاهدونا هلأ. نعم، الشائعات لها مخاطر سلبية كثيرة تؤثر على المجتمع من عدة نواحي، كانت نفسية وهذا شيء خطير جدا لا يدركه الكثير، اقتصادية واجتماعية، وقد تؤدي إلى فتنة في المجتمع وإلى مشاكل كبيرة. أنت اليوم مسؤول، يعني احنا دائما نحكي أنت مسؤول أمام الله وأمام نفسك وأمام العيلة والبيئة والمجتمع اللي أنت عايش فيه، فدائما ثق تماما أن السرعة ليست مطلوبة دائما في نقل المعلومة أو حتى تداولها. اسعى دائما للعمل على مصداقيتك، مصداقية ما تقوم بإنتاجه ونشره، تأكد وفكر قبل أن تنشر، هذا شيء كثير مهم خاصة في ظل الكم الكبير من المعلومات المتداول والمتدفق في مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف المنصات اللي صارت اليوم سهلة الاستخدام وسريعة الوصول. فمرة ثانية وفي الختام نؤكد مرة ثانية أنه لجميع اللي عم بيحضرون هسه، تأكد وفكر قبل أن تنشر، هل أنا ممكن أقدم شيء إيجابي أو ممكن أقدم لا سمح الله شيء سلبي يؤثر ممكن على المجتمع، ممكن علي أنا بشكل شخصي، ممكن على بيئتي أو ممكن على عائلتي. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا لهذا اليوم اللي تحدثنا فيها عن موضوع الشائعات، ونوجه شكر خاص للأستاذ طبعا إبراهيم الساحوري، وننتقل إلى ثاني فقراتنا مع الزميل ليث. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في ثاني فقرات برنامجنا لليوم، والفقرة الأولى اللي كانت مع زميلتي هبة نادر استضفنا فيها الصحفي إبراهيم ساحوري وحكينا أكثر عن موضوع الشائعات. فقرتنا الثانية حبينا نستضيف إحدى مشاهير السوشيال ميديا اللي ممكن أصلا نفسه هو يتعرض للشائعات، فضيفتنا لليوم الزميلة ديما زيتون. أهلا وسهلا فيك ديما. أهلا فيك. تعرفين بحالك في بداية حلقتنا؟ أول إشي أنا كتير مبسوطة أني موجودة في برنامجك كتير مبسوطة أن أنا موجودة معك. تاني إشي أنا اسمي ديما زيتون، عمري 22 سنة، إنفلونسر، محتواي قريب للتنمية البشرية نوعا ما، بقدم نصائح للشباب وبس. بالفقرة الأولى من حلقتنا ديما تحدثنا عن الشائعات، طرق التحقق منها وهل كيف ممكن نعرف إذا هاي الشائعة إشي صحيح ولا خاطئ، بس بالجزئية الثانية حابين نروح على المشاهير وتعاملهم مع الشائعات. فديما، هل أنت بتشوفي الإشاعات إشي إيجابي أم سلبي للمشاهير؟ هلا اذا كان شخصي فحيكون يعني سلبي، اذا كان مش شخصي يعني مبني على المجتمع فحيكون ايجابي، لانه في شخص من الاشخاص بيكره فلان من المشاهير طلعت عنه اشاعه فاكيد حينبسط فحتكون نتيجه ايجابيه عليه، بينما على الشخص نفسه اكيد راح تكون سلبيه فحسب الموضوع. طب هل يا ترى ديما انت بتشوفي المشاهير باخر فتره صاروا يستغلوا موضوع الشائعات حتى يزيدوا شهرتهم؟ أكيد في كتير من الإنفلونسر، يعني في سين من المشاهير نزل عنه شائعة إنه هو توفى، فكتير ناس استغلت هاي الشائعة عندهم على الستوريات وبلش يحكوا عنه إنه توفى ما توفى، فبلش عندهم الأعداد تزيد. طب هل يا ترى ديما أنت نفسك تعرضتي لشائعة؟ أكيد في شائعة من الشائعات حكوا عني إنه أنا تزوجت وعندي بيبي وهيك، فهو موضوع مضر يعني، بس لا يخلى الأمر يعني من الموضوع. أنت بالبداية قلتي نزل ورجعتي قلتي نزل، ففي مشاهير ممكن ينزلوا عن نفسهم شائعات؟ أكيد في كتير، عشان يستغلوا مثلا عواطف الناس، عشان يستغلوا أنه تزيد شهرتهم أكتر تزيد أرقامهم أكتر، لأنه إحنا هلأ في تصارع الأرقام، عالم الأرقام صحيح. فأكيد طبعا ديما إحنا مكملين معك، لكن نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مشاهدينا.
طبعا مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع ضيفتنا ديما زيتون. ديما قبل الفاصل قلتي لنا انك انت تعرضتي لشائعة وحكوا انك متزوجة وعندك ولد. طب هل يا ترى اثرت هاي الشائعة حياتك الخاصة؟ كان ممكن انه تأثر بس انا ما خلتها تأثر. طب وانت استغلتيها في شهرتك خلينا نقول؟ هي مرة اول ما طلعت عني هاي الشائعة فقررت اعمل فيديو يوتيوب لانه كنت لسه ببدايتي يعني على السوشيال ميديا، فعملت فيديو على اليوتيوب انه انا تزوجت، فكانت الناس اصلا يعني بتدور علي لانه يعني كانت لسه بدايتي على السوشيال ميديا. فاول ما نزلت الفيديو يعني جاب مشاهدات منيحه وترند طلع، بس باخر الفيديو حكيت انه هذا كان مقلب وشائعه يعني طلعوها عني، فانا استغليتها بس بنهايه الفيديو انه انا حكيت انه هاي هذا كذب. طب ديما طبعا احنا هون وصلنا للجزئيه الاخيره في حلقتنا، بدنا نصيحتك ديما لاي حدا متلقي، ما يعني انت متلقي لشائعه كيف ممكن يتعامل معها، وانت كيف كمشهورة عم تتعاملي مع الشائعات؟ هلا بدي اول شيء بدي احكي للناس اللي بتسمع هدول الشائعات يعني لا تصدقوا، راجعوا اسالوا، في كثير ناس عن جد بتضر الشخصيات هدول بكلامهم او ببوستاتهم او في كثير اشياء، فانتوا تاكدوا من صحه الكلام، تاكدوا من المصدر نفسه. هي شغله ثانيه، انا كانفلونسر على السوشيال ميديا بقدر اطلع عندي على الستوريات سواء الشائعه علي انا ولا على غيري، اطلع احكي انه هذا الموضوع كذب، لا تصدقوا، لا تعملوا هيك، لا تحكوا، لا تنزلوا. فبنقدر انه نحد من هذا الموضوع عن طريق انه اي شخص عنده عدد او اي شخص عنده رقم اذا بامكانه انه يساعد فيساعد، مو غلط. وانت كيف بتتعاملي مع الشائعات؟ انا بطلع بحكي انه لا هذا كذب، يعني زي في صفحه عندي على الفيسبوك مش الي هي اسمها ديما زيتون، بنزلوا اشياء مخل للادب يعني مش لإلي، هاي الصفحه عليها 800,000، فالناس بتفكر انه انا هاي صفحه الي، فكيف انا بدي اواجه هذا الموضوع. فانا طلعت عندي على الستوريات وحكيت انه هاي صفحه مش الي. طبعا ديما شاكرين لوجودك معنا لليوم، وهيك وصلنا لنهايه حلقتنا. استنونا كل ثلاثاء على منصتنا على اليوتيوب في برنامج هاشتاج.